عليه أن يستغل هذه الفرصة، والآن فرصة لتعديل النتيجة. نيمار، دي بروين يعدي إلى دي بروين، يحاول مجددا، المتابعة موجودة. فعلها وسجل الكرة في الشباك. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف.